السلام عليكم. ثورة الألمنيوم. الألمنيوم كيف كيعرف الجميع بأنه واحد المعدن اللي ماشي مدة هذه باش أنه تم الاكتشاف ديالو، فهو معدن اللي هو معدن حديد وحديد جدا. كيفاش أنه هذا الألمنيوم استطاع أنه يدير الثورة، وكيفاش أنه يقلب معايير عدة قطاعات من البناء لصناعة السيارات لصناعة الطائرات لصناعة التركيب لصناعات كثيرة جدا لصناعة الغذاء إلى غير ذلك من كثير من الصناعات، قلب لهم الموازين واستطاع لأنه ينفذ وينافس كثير من المعادن وكثير من المواد اللي هي قديمة وتقليدية. البداية بطبيعة الحال ما غاديش نكونوا طوال باش نكونوا تاريخيا، فهناك الألمنيوم عرفوه كثير من الحضارات بطريقة غير مباشرة. مثلا في حجر الشب كنلاحظوا بأنه في حجر الشب كانت هناك نسبة من نسبة الألمنيوم، ولكن ما كانش كيتم الاستخلاص ديالو بالطريقة اللي كنعرفوها الآن. فالألمنيوم ظل على طوال العصور كان الهاجس الكبير هو كيف نستخلص الألمنيوم من التربة العادية. احنا كنعرفوا بأنه التربة العادية اللي كاينة في التربة ولا الألمنيوم نسبة 8% في التربة، وكيصعب على أننا نستغلوا هاد التربة ونستخلصوا منها الألمنيوم لأنه طريقة استخلال ديالو ولا حتى الربحية ديالو ضعيفة جدا. فيجب أن نعالج أطنان وأطنان من التربة التي في القشرة الأرضية لنحصل فقط على نسبة قليلة جدا هي 8%، وهي نسبة غير مربحة وغير مجدية. فبقى الصراع هكذا بين العلماء والكثير من الباحثين باش أنهم يوجدوا طريقة ملائمة ورخيصة لاستخلاص الألمنيوم. ففي عصر نابليون الثالث أمبراطور فرنسا تم هناك اجتهادات من طرف علماء فرنسيين، واستطاع أحدهم على أنه يستخلص الألمنيوم بواحد النسبة اللي محترمة، نسبة ماشي كبيرة أطنان قليلة. فهذا الشيء أغضب الأمبراطور الفرنسي، فجعل لأنه هذه النسبة اللي تم استخلاصها قال بأنه ليست كافية لتصنيع ولتعويض معادن أخرى، فاستعملها من أجل صناعة أواني للأكل، فروشات أو لا شوكات أو لا سكاكين، وكذلك صحون للأكل، وكان يقدمها فقط لكبار الزوار. فهنا بدأ الألمنيوم بيتعامل معاملة المعدن النفيس، لأنه لحد الآن مازال ما بدأتش لنا عملية استخلاص ديال هذا الألمنيوم. إمتى غادي تبان الألمنيوم القوة دياله؟ هو أنه تم كتابة كتاب خاص بأنه استخلاص الألمنيوم هو رهين بإيجاد طريقة لفك الألمين، يعني أنه نفك ذرات الألمنيوم على ذرات الأكسجين. فهنا بدأ الصراع المحموم بين العلماء. اللي غريب وغريب في الأمر هو أنه جوج ديال العلماء، عالم فرنسي وعالم أمريكي، بجوجهم منفصلين في قارتين مختلفتين، بجوجهم بدأوا الأبحاث ديالهم باش أنهم وصلوا ما كتسمى الإلكتروليز. الأول ما كيعرفش الثاني، ومنفصلين بعضهم البعض بكيلومترات وما عندهمش أي علاقة بعضهم البعض، ولكن انطلقوا من نفس الفكرة وهي عملية التحليل الكهربائي. فكلاهما نهج هذه العملية ديال التحليل الكهربائي اللي كتعتمد على أنه الجذب المغناطة، بأنه تحول الطاقة الكهربائية إلى مجال مغناطيسي يفك الذرات والجزيئات. فبالفعل انتهجوا هذه الطريقة كلاهما، وتم فصل الأكسجين على الألمنيوم واستخلاص الألمنيوم النقي، بحيث أنه الثمن هود بواحد شكل كبير جدا، يعني هبط هذا الثمن إلى ثمن مغري جدا للتصنيع. فكلاهما وصل هذه النتيجة تقريبا في نفس الوقت، وبدأ الصراع بينهما على من يمتلك لا ليبل أو لا رخصة هاد البراءة ديال الاختراع. ففي الأخير بعد صراع في المحاكم تم إثبات من طرف العالم الأمريكي بأنه من خلال المسودات على أنه هو الأول الذي وصل إلى هاد الابتكار، ولكن في نهاية المطاف الاثنان اشتركوا في براءة هذا الاختراع ودر الملايين بل الملايير على هاد المختلفين. وكان بين الاختراعات الكبيرة والابتكارات والاكتشافات اللي درت على المكتشف ديالها ملايير وملايير الدولارات، اللي كتوصل ما يعادل 30 مليون ديال الدولار في هذاك الوقت، اللي توصل حتى 30 مليار في دولار في هذا الزمن اللي كنعيشه الآن. فصدق ستالين حينما قال للرئيس الأمريكي بأنه اعطيني 30 طن من الألمنيوم وسأربح الحرب العالمية. ففعلا الألمنيوم هو معدن اللي هو المعدن
ليس بنفيس لأنه خرج من ذلك الدائرة ديال المعادن النفيسة، فأصبح متاح للجميع بفضل هذا الابتكار ديال الإلكتروليز والعملية التحليل الكهربائي. والألمنيوم القوة دياله بأنه لا يصدأ، خفيف، موصل جيد للكهرباء، موصل جيد للحرارة، فبالتالي غزا جميع الميادين من الغذاء، التلفيف الغذائي، المواد الغذائية، الأواني، كنلقاو في الثلاجات، كنلقاو في آلة التصميم، نجدوه في الطائرات، في السيارات، في القطارات، في المباني، باختصار غزا جميع الميادين، فبالتالي هو لن ينطبق عليه ثورة الألمنيوم. أشكركم على انتباهكم وإلى حصة مقبلة بحول الله. Thank you.